وبنفس الحرارة تصفيقاتكم ممثل مدينة وادسم دريس. أنا الذي أحب البيض المسلوقة والشعر المطلوقة وأكره الخبز المحروقة، لقد توضرت في السوق قوقة قوقة، أين البرقوقة أين البرقوقة. عقلت شحال هذا قبل التيك توك كان تيكون عندك مع الشعر كيتزعطوا في البنات، دابا واخا تكون نزار قباني هيسميو عليك ربيع القاطي. مودي زافير مودي زافير، تبدلت الوقت تبدلت الوقت، وليتي كتلقى الراجل بلا حيتو ومستاجو وكيقول البنت عطيني فرصة ويعطيك الدل ويعطيك مصيبة تعطيك فرصة تحاد راف. وكيسالي معايا واحد النوع اخر كيمشي عند البنت كيقول لها ديري معايا شي حل، كتقول ليه راني مخطوبه. الله كيقول ليها ديريني في لا ليز داتونت. كيمشي عند واحده اخرى نفس البلان كيقول ليها ديريني في لا ليز داتونت، كتقول لي اطون كتقيدو كدوز 5 سنوات كاين الامل لا باسيون. كيرجع عند الاولى كيقول لها عندرا فين وصلت النوبه، كتقول لي تزوج كيقول لها صافي محيني من لا ليست داتونت. كيمشي كيدوز اونتروتيان في شركه ما كينجحش كيديرو في لا ليست داتونت، كيحتج حقوقي حقوقي حقوقي، مودي زافير مودي زافير. شكرا 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 شكرا. هادشي ما كتلقاش في الحي الشعبي اون فرونسي لي طرافو بيبليك. الصباح بكري كيجي النعاني كتبدا تسمع نعناع شيبا مرددوش. شكرا. نعناع شيبا مرددوش ما كندوشوش حتى. حتى عرفنا كنفطروا باتاي علاش ما يجيش عندنا العصاصري ونبداو نسمعو تحنا جي دي غونج. جي دي غونج جي دافوكا. شكرا شكرا. جي دافوكا مونك هنا راه بزز منك غتنوض. كيمشي النعناي كيجي مول النخاله مولبيه عند شكرا. مول النخاله مولبيه عنده البيسكوين والخبز كارم، مولبيه تيتعامل بالمقايضه تعطي خوك الصغير يعطيك في قرعه ديال صاني كروه وتعطي جداك يعطيك فيها السطله ديال اللوضو. ما كتعرفوش اش كيقول. راه قراعي البيره مهرس البيره اللي عنده شي حاجه للبيع. هاد مول البيه ما
كتعرفوش حتى اش يدير بداك الشيء اللي كيشري. قراي ديال الكوفيري تخاوين. شكرا شكرا شكرا. كيشري بيدو برجلو اكسترا اورديناتور. كيمشي من النخالة كيجي مول الحوت سطاج الاخر ما كيشري من عنده حتى واحد. كطل عليها واحد المراه من السطح عندها افكار سطحيه. الحوت الحوت ساردين. كتقول لي هي واه ولد الحوات واش ساردين ولا ناشفين. الواعره هي امي عياده الوالده سميتها امي عياده اون فرونسي مدام كلينيك. امي عياده كتقول لي ديما نوضه وليدي راه الكوكوط كتصفر. كنمشي فعلا كنلقى الكوكوط كتصفر. امي عياده مسكينه فين ما كانت شي زرده ديما في اي بي ديما الصفوف الاماميه. ما كرهتش كلشي ينجح كلشي يخدم كلشي يشد الباك. ماشي كتبغي الخير للناس لا كتبغي اللحم بالبرقوق اللي تاكل في الزرده. الواعرية أول نهار دخلت لاصال عرفتي ديك أول حصة في لاصال كتحس براسك تنفختي ورا ما كاين والو. جيت للدار لقيت الوالدة أمي عيادة موجدة ليا الزعلوك. قلت ليها هذا لاش؟ قالت ليا باش تطلع للسطح. هذا راه طلع بشهادة الضعف. شو لا فورم شو لا فورم شو متوازي الاضلاع ماضي زافير. الوالد ديالي سميتو عياد راجل عياده والعياد بالله. الوالد ديالي كنجي عنده فرحان. الولد تليفون الاخر خرج كان مشدودو تيفهم في الجنايات. وجيت عنده قلت ليه الوالد مدرب ديال المنتخب قدموه شحال عطاوه. ولكن الوالد ديالي بطل عالمي في الكولفون طاك. الوالد ديالي تحط لي بدر هاري جندخو ولكن الزمان كي جندخ الوالد سي نورمال في الطاس. خويا الكبير مرق هاشي. الوالد ديالي نهار كيبغي يتهلا فينا كيجيب لينا سطله ديال الشوكولاط رخيصه. عرفتي داك الشوكولاط بكثره ما رخيص ما حلوش والله ما حلو. الشوكولاط ديال جدريال احسن منه. ولكن سي نورمال ما بقاتش في الطاس جيبها في كاس. خويا الكبير مربي كلب مالينوا وكيخاف من مولي الوقت. خويا الكبير مسكين عرفتي كيعنق داك الكلب وكيبوسو شي بوسات ما كيبوسهمش لامو. شكرا. نهار العيد كيسبق الكلب كيبارك ليه العواشر وكيحشم يسلم على عائلتو. كيقول لك كلبي هو رمز الوفاء والثقه وهو هاد خويا تسخر ويجيب لك جوج خبزات. لا فلوس لا ثقه لا وفاء. ولكن الواعره هي فاش دخل عندنا فار الدار. الفار ما لقى ما ياكل محفحفه. الفار انتحر. و و و لقينا الفار شارب الكينه ديال بنادم. حيت بنادم فاش كيبغي ينتحر كيشرب الكينه ديال الفار. شكرا. لانتيليجو هاشي الفار لقيناه كاتب لينا رسالة وداع ما كتبهاش بالكلافي كتبها بلا سوغي. شكرا. كتب لينا في الرسالة ارحموا من في الأرض
يرحمكم من في السماء امضى توم اند جيري. علاش انتحر الفار؟ حيت القوتي عند الناس كلاس، كتلقى سميتو القوتي، كتلقى فيه البغرير الملويب وشيار المسمان، كاين لو شوا. حنا عندنا القوتي سميتو كسكروط عسكري، فيها الخبز والزيت اجباري. ولكن الوالد والوالدة أو عياد وعيادة بالتليجوه اللي عطاهم الله، داروا بيناتنا أنا وخوتي عام فاش ولدونا، باش كل واحد فينا يخلي اللي صغر منه الكتوبة. أنا وخوتي ما صدقش هاد البلان، بقينا تنضوبلو. جمعنا كاملين في السادس، فأخرت العام كلشي كيتسنى في النتيجة على القطابلو في السادس، كتبوا لنا الكل ناجح إلا ولاد مي عيادة، دا 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 توما الحيادة، ماضي زفير ماضي زفير. ختامها مسك معاك. شكرا، تحياتنا لك. شكرا. لانك متعتينا. شكرا. وبالمناسبه نبغي تحيه خاصه لدريس، لان تبات لي شفتو فيه وتزامنا مع تصويرات البرايم الام ديالو في الانعاش، نتمنى له كل الشفاء. امين. شكرا. شكرا لانك رسمتي البسمه على وجوهنا، واخا ان الام ديالك مريضه وانت بالك معاها. نتمنى لك كل التوفيق. امين. شكرا. الله يشفي لك والديك. شكرا بزاف لها. واش بصح سميتها ام عياده؟ لا، سميتها خديجه. مي خديجه، كنتمنوا لك كل الشفاء من قلبنا من بلاطو ستاند اب. ربي معاك ما شاء الله. الله يحفظها عليك. امين. شكرا. لحظات جميله. تعرفوا على راي لجنه التحكيم سيدي خويا. انا نقول لك نبركك لك، ما كاتب والو، تلقائي رائع. شكرا. ما غادي نقول لك والو، انت تي نيموريست بروفيسيونيل، كتشتغل على لو جو دمو، اللعب على مستوى الكلمه اللي كيشتغلوا عليه انجح لي زيموريست في العالم. ما ساهلش باش تلعب لو جو دمو وتقارن ما بين هذه وهذه بطريقه سلسه، فكنتمنى لك الشفاء العاجل. لاله خديجه اللي نعسه في العياده. ما سميتهاش عياده. اذا كان شاف ربي سبحانه وتعالى غادي يشافيها. وبرافو ليك وبرافو ليك وبرافو ليك. والله الحشم نقول ملاحظه فيك. شكرا بزاف. شكرا ليك. شكرا ليك. دنيا بوطازوت. انا ما تسولينيش، كنت نتفرج. كنت نتفرج وتنضحك، ما كتبت والو، نكذب عليك. هات يا ادريس والو. شكرا. تبارك الله عليك، نتمنى تكون معنا في الطريق. شكرا لك دنيا. لطيفه احرار. ادريس، بغيت نقول لك انت القوة الهادئه. شكرا. كاين فريمون عندك واحد ليكريتور، كتابه متراصه، المواقف ديالك شخصتيهم بواحد الاناقه. عجبني العالم اللي خلقتي لينا بهذوك الكلمات، عجبني فريمون لو جو دمو، عجبتني الاريحيه باش كتنتقل من موقف لموقف. بغيت نقول لك الخدمه ديالك فيها القرايه. شكرا. تبارك الله عليك. شكرا لك. تبارك مره اخرى. كنتمنى لك كل التوفيق. شكرا. وبرفقه دريس مشاهدينا الكرام. مع دريس غادي نوصلوا لنهايه المنافسه في برايم الليله.